الصبغات التزيينية كولورادو. لعن براسي باغا ديال الديكور كتخلي الحيوط بحال الرخام وبشكل تقليدي. قبل ما نصبغوا العنبره خاصكم صباغه العنبره، سراج العنبره او كولوسير، رولو ديال لاكي، طالوش اينوكس وموس ديال لاندوي. باش تحصلوا على احسن نتيجه ديال صباغه العنبره خاص، يكون الحيط مهيئ مزيان بالبريماسيون لاندوي وكوش ديال الصباغه. نطبقوا كوش ديال صباغه العنبره ونزينوا بالطريقه اللي نبغيو. نخليو الصباغه تنشف 12 ساعه. نحكو الصباغه بالكارطه الكحله، نمسحو الغبره بشيفون يكون شويه مبلل بالماء. نستيكيو العنبره بموس ديال لاندوي. نطبقو الكوش الثانيه ديال العنبره بطالوش وما نتعداو 2 متر مربع، ونرجعو نستيكيو باش نحصلو على اللمعان. نخليو الصباغه تنشف 4 ساعات. باش نحافظو على العنبره من الغسيل، اما نديرو سراج العنبره ونزيدو عليه 100% ديال الوايت سبيريت، او نديرو الكولوسير سراج الماء ونزيدو عليه 10% ديال الماء. مع صباغه العنبره الداخل ديال البيت غادي يولي جو دافئ بطريقه تقليديه، والمظهر الرخامي غيسافر بينا للزمن الايطالي. صباغه العنبره كتقترح عليكم تشكيله واسعه من الالوان اللي كتوالم العصري والتقليدي.